الأستاذ دريس العمراني، محامي بهيئة الدار البيضاء، المحامي ديال الجمعيات، متقاعدي شركة لافارج هولسي بالمغرب. هاد المتقاعدين اللي كانوا كيعملوا بالشركة ديال لافارج هولسي، كانوا بعدا في لافارج، ومن بعد دمج شركة هولسي مع شركة لافارج أصبحت شركة واحدة. هاد العمال هادو كانوا كيديو واجبات الانخراط في التقاعد ديالهم وفي التغطية الصحية ديالهم، وكان عندهم واحد النظام خاص اللي كيجعلهم انهم مؤمنين لدى شركة تأمين. وكانت الشركة كانت تتقتطع عليهم واحد العدد ديال الاقتطاعات بالاتفاق ما بينتهم. والعمال كانوا العمال عندما كانوا نشيطين، سواء اللي تحالوا على التقاعد او حيلوا على المغادره الطوعيه، تم الاتفاق بين الشركه المشغله اللي هي لافارج هولسي من المغرب والاجراء سواء المتقاعدين او النشيطين، تم الاتفاق معهم على اساس ان الشركه غادا تبدا تحتفظ لهم بديك الحقوق المكتسبه اللي هي الاستفاده من التغطيه الصحيه بشكل كامل بلا ما يؤديوا ولو جزء، باعتبار انهم كانوا كيؤديوا اكثر ما يجب اداؤه، وكانوا كيؤديوا النشيطين كيؤديوا كنشيطين وكيؤديوا على المتقاعدين. الاشكال اللي وقع وهو انه في هذا مؤخرا ان الشركه غيرت لهم داك الاتفاق اللي اتفقوا عليه على اساس انه يبقاو يستافدوا من التامين ومن التغطيه الصحيه كامله، وبدات تجبرهم باش يبداو يديو واحد الجزء من الواجبات ديال الانخراط في التامين الصحي. الجمعيات المتقاعدين، باعتبار ان هذه الجمعيات هي كتمثل المتقاعدين والمحالين على التقاعد عن طريق المغادرة الطوعية، رفعوا دعاوى، رفعت 4 ديال الدعاوى امام المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء، اللي هاد الدعاوى كتمثل الجمعية ديال متقاعدي الدار البيضاء، جمعية متقاعدي مكناس، جمعية متقاعدي وجدة، جمعية متقاعدي تطوان. المحكمة الابتدائية من بعد المناقشة ديالها واستماع للدفوع ديال شركة لافارج هولسي، حكمات الجمعيات ديال المتقاعدين على اساس باش حكمات على الشركه باش لزمتها باش تسوي الوضعيه ديال المتقاعدين والحفاظ على الحقوق المكتسبه ديال التغطيه الصحيه وديال التامين. الشركه استنفت هاد الاحكام ب4، محكمه الاستئناف ايدت الحكم الابتدائي، ورغم تأييد الحكم الابتدائي لجؤوا العمال الى التنفيذ، ولكن شركه لافارج رفضت واخذت تتماطل في التنفيذ ديال هذه الاحكام، ولجأت كذلك الى اثاره صعوبه في التنفيذ وطلبت ايقاف تنفيذ هذه الاحكام، ولكن المحكمه كذلك الاجتماعيه حكمت برفض هذا الطلب ديال ايقاف التنفيذ، وبالتالي ما بقى شيء دابا حاليا الا ان الشركه خصها تحترم القانون وتنفذ هذه الاحكام. علاش؟ لان المتقاعدين دابا في واحد الوضعيه صحيه جد مزريه. الناس اللي تم الاقتطاعات ديال المبالغ كبيره من الاجور ديالهم، الناس اللي الان باقي واحد المجموعه ديال الاجراء اللي كيخلصوا عليهم وهما خلصوا على اللي كانوا سابقينهم، وبالتالي انه الشركه خصها تحترم القانون ما دام ان المحكمه حكمات وفصلت في الموضوع، وما دام انها رفضت لها ايقاف التنفيذ خصها تستجب لهاد الحقوق، والا فهاد الشيء كيتعتبر بحال بمثابه تحقير واحد المقررات قضائيه، تحقير مقررات قضائيه وعدم والاستهتار حتى بالقضاء، هذا استهتار بالقضاء واستهزاء بالقضاء وحط
من المكانه ديال القضاء، لانه القضاء ملي قال الكلمه ديالو، والشركه ديال لافارج هولسين واحد الشركه اللي هي رائده واللي كتحقق واحد الارباح كبيره، ما عندهاش شي تاثر الى قامت وسددت هذه الواجبات واحتفظت على الحقوق المكتسبه ديال الاجراء. هذا الشيء اللي كاين في هذه القضيه. استاذ، يعني في حديثنا مع العمال اللي كانوا اليوم في وقفات احتجاجيه سلميه في عدد من المدن المغربيه، يعني تحدثوا بتاثر شديد حول خاصه الجانب المتعلق بالوضع الصحي ديالهم، ولكن للاسف يعني في واحد التصريح يعني بغيت نتاكدوا منه، واش فعلا مجبرين الان انهم يكوتيزيو رغم انهم متقاعدين؟ نعم. باش انهم يقدروا يستافدوا من التقاعد، واش هادشي كاين؟ انا غادي نقول لك المنطوق ديال الحكم هو اللي غادي الحكم بيناتنا. انا ما يمكنش لي الا نمشي مع الحكم. الحكم يقول الحكم على المدعى عليها بالقيام بما يجب لاحترام وتنفيذ التزاماتها وحقوق العمال المكتسبه، والحكم عليها بادائها كامل واجب الانخراط لعمالها المحالين على التقاعد او المغادرين له طوعيا. المحكمه حكمات باش تؤدي شركه هولسين المغرب تؤدي كامل واجبات الانخراط. العمال ما عندهمش، هذا حكم، هذا حكم. انا كنقول لك المنطق ديال الحكم. كذلك لها طوعيا ضمانا للتغطيه الصحيه كحق مكتسب غير قابل للمراجعه من طرفها. هذا الحكم ديال المحكمه. تحت طائله غرامه تهديديه قدرها 200 درهم عن كل يوم تاخير، والحكم عليها كذلك بتسويه وضعيه الملفات الطبيه الموضوعه لديها او لدى شركه التامين منذ يناير 2019 الى تاريخ الحكم، وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات. الحكم واضح. المتقاعدين ما زماتهم شيء المحكمه باش يدي ولو درهم واحد ولو سنتيم واحد. وبالتالي انه الا كانت شي مراجعه ولا كانت شي حاجه اخرى اللي كيتحملها هي شركه هولسين لافارج هولسين المغرب. استاذ، حنا كنشوفوا المغرب اليوم يعني كيقطع وكيجتهد باش انه يحسن الوضعيه ديال المغربي، وخاصه في تعميم الضمان الاجتماعي كمشروع كبير واللي امر به يعني جلاله الملك محمد السادس، وكنتفاجئوا يعني بوضع مؤلم لمجموعه من العمال اللي هما متقدمين في السن محرومين من التغطيه الصحيه. كيفاش تقدر توصف لنا هذا الوضع بصراحه؟ هذا كنوصفوا بانه هذا استهتار واحتقار للقضاء. احتقار للقضاء. القضاء قال الكلمه ديالو، وبالتالي انه التعنت ديال هذه الشركه باش تنفذ الاحكام ديال المحكمه هذا استهتار وتغول. ومادام ان الدوله ان المؤسسات سواء خاصة أو عامة متساوية مع المواطنين في الحقوق وفي الواجبات، أن شركة هولسين المغرب خصها تقوم بالواجب اللي ملقى عليها واللي ملقى عليها بمقتضى حكم قضائي، حكم قضائي اللي كسب الحجية ديالو، القوة ديالو اللي أصبح نهائي، وبالتالي أنه ما خصها شيء تغول وتحتقر هذه المقررات القضائية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.